تطوير ميادين العريش، 5 ميادين اللي هم ميدان الرفاعي وميدان النصر وميدان بنك القاهرة وميدان الساعة وميدان الميناء. تمام؟ ميدان الرفاعي وميدان جامع النصر. التطوير بيقوم تطوير الميدان بالكامل من أرصفة وطرق وأعمال كهربية وإنارة وحماية مدنية بالكامل وتشجير وبردورات وأرصفة وخرسانة مطبوعة وأسفل للميدان بالكامل بعد نقل. ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق بالكامل، بحيث إن شاء الله نخلص ما فيش يكون باقي أي خدمة ما اشتغلتش، من غاز، من تليفونات، من كهرباء، من مية، من صرف صحي، جميع المرافق وجميع المباني المحيطة تكون وصلها الخدمة بالكامل قبل نهو التشطيب. بيتراوح التنفيذ كل ميدان حسب حجمه من 4 شهور ل6 شهور، متفق بإذن الله أو متوقع حسب البرنامج الزمني اللي احنا عاملينه على ان 15/3 بإذن الله 2020 نكون هنا، بحيث افتتح بإذن الله في أعياد سينا القادمة بإذن الله.